على صعيد متصل، أحيت الكنيسة الأرثوذكسية الأرمنية في الأردن وفلسطين في موقع عماد السيد المسيح في المغطس الاحتفالات بعيد الظهور الإلهي والحج المسيحي في قداس إلهي. ترأسه الأرشمندريت أفيديوس أبريجيان راعي الكنيسة بمشاركة عدد من أعضاء المجلس الأرمني في الأردن وعدد من الخدام والمرتلين والشعبي وحضور بعض الشخصيات الرسمية، حيث شارك العديد من الأرمني في الأردن وفلسطين في زيارة الحج إلى المكان المقدس، وأقاموا الاحتفالات والمراسم التقليدية على ضفة نهر الأردن عند موقع عماد السيد المسيح كالمعتاد في مثل هذه الأيام من السنة. إننا بهذه المناسبة الطيبة نود أن نشكر قائدنا المعظم السيد البلد الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم صاحب الوصاية على أماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، مدرعين إلى الله العز وجل أن يمد جلالته بطول العمر وأن يديم عليه موفور الصحة والسعادة وأن يحفظ فخرا وعزا وسندا لقيادة أردن إلى مستقبل باهر. كما ونشكر سمو أمير غازي بن محمد كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي لجلالته ورئيس المجلس الأمناء هيئة الموقع المغطس لرعايته وما يقدمه من اهتمام الخاص بهذا الموقع التاريخي والديني الذي يجمع المسيحيين من جميع أنحاء العالم متضمنين له الصحة والعافية والسعادة وطول العمر. كما ونشكر مدير العام هيئة الموقع المغطس المهندس رستم مغتشان ونائبه الدكتور عبد العزيز العدوان على جهودهم للحفاظ على هذا المكان المقدس والتعاون المستمر لطوائف المسيحية ولنا. اليوم الصلاة كانت برئاسة النائب البطريركي الأرشمندريت أفيديس وفي وجود حوالي 200 من الجالية الأرمنية استمتعوا بهالمكان، بس اسمح لي بهالمناسبة بحب أشكر جهود كل الجهات اللي ساهمت في إنجاح هاي العملية لضمان سلامة الحاج، الجيش العربي، الأمن العام بكل فروعه والأجهزة الأمنية، بدونهم ما كان النجاح بتم بالطريقة اللي بتم، لأنه هم أجهزتنا الأمنية هو حماية المواطن. فمن خلالكم وجه الرسالة شكر لكل الشباب اللي وقفوا معنا لضمان نجاح هاي المهمة، وكل عام وانتم بخير، أهلا وسهلا فيكم بالمختص.